الانطلاقة والتحدي الجميل، ولكن الصدارة مع شاهين. هنا عبد الله بن خلفان بن حميد بن خلفان النعيمي من ينطلق هنا مع اشواط الصعوبة. هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي ما شاء الله. وتشاهدون على الصدارة على المقدمة شاهين عبد الله بن خلفان بن حميد بن خلفان النعيمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي أوامر انطلاقته هنا أيضا، وبدون أي منافس على الإطلاق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. مركز الثاني سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع من يأتينا ثانيا، ولكن هنا متقدمة مع شاهين عبد الله بن خلفان بن حميد بن خلفان النعيمي من يعلن الفوز يعلن الناموس. سلام 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 مدينة العين، سلام هذا الانطلاق والتحدي الجميل. تهانينا والناموس لعبد الله بن خلفان بن حميد بن خلفان النعيمي ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل شاهين سلطان بن محمد بن مسور بن قوبع. المركز الثالث سليم بن حليس بن حصيبان العويسي ودقيقتين و11 ثانية هو التوقيت الزمني لمجريات هذا الشوط.